بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net، وموضوع درسنا النهاردة هو استفسار عن كيفية إضافة التعليقات داخل موقع جملة. كنت قبل كده عملت درس إن إزاي أعمل تعليقات مربوطة بالفيسبوك، أو إزاي أعمل حاجة زي كده بحيث ان انت اللي هتكتبه هنا هتظهر على الصفحة بتاعتك، منها اللي هو ظهر له في الموقع، ومنه كمان انه ظهر على الفيسبوك فبيعمل نشر، فغيرك بيظهر له طبعا التعليق بتاعك على الصفحة بتاعتك وممكن يخش عليها، ودي طريقة للنشر. الحاجة اللي انا هدف في درس النهاردة ان انا اعمل تعليقات بقى داخل الموقع، ملهاش دعوة بالفيسبوك ولا حاجة. في كذا نوع من التعليقات، في حاجة اسمها جي كومنت، وفي حاجة اسمها جملة كومنت، وفي حاجات كتير، في كي تو والكلام ده. أقوى حاجة الكي تو، تيجي وراها الجي كومنت. أنا عندي دلوقتي الجي كومنت، وأحاول إن شاء الله برضو أبص على الكي تو. الجي كومنت ده عبارة عن كومبوننت، تطبيق، تمام. كلمة تطبيق يعني حاجة أنا بخش جوه التطبيقات، وحاجة كده كبيرة زي كنترول بانل للخاصية بتاعتي دي. أي حاجة بالطريقة دي يبقى اسمها كومبوننت. يبقى جي كومنت، وأبدأ أرفع، بتظهر لي الشاشة دي، تمام. دي النسخة 2 و3، دي اللي عندي تقريبا، أو أكيد يعني عملوا حاجة أحدث من كده، بس دي اللي عندي دلوقتي. أقول نكست. دي بقى الكنترول بانل اللي بتقدر تدير منها الكومنتات. كومنتات كلها بتظهر لك هنا، تمام. خلينا بس الاول، طالما احنا سطبنا التطبيق ده اهو مكانه، لو ضغطت كده بيظهر لك. لو جيت انت بقى على اي مقال دلوقتي وضغطت عليها، هتبص تلاقي مين؟ الكومنتات بالشكل ده. طبعا الشكل بتاعها مفروض ان دي بتظهر على اليمين المربع، تمام. دي عن طريق السي اس اس ممكن تظبطها، او عن طريق في مواقع كتير لدعم الكومبوننت ده اللي هو جي كومنت. بتلاقي مثلا باسم اضافة التعليقات معربة، تمام، حاجة زي كده. بتاخد السي اس اس بتاعتها بتحطها، لو انت متعرفش يعني تعملها بالسي اس اس، وهتلاقيها اتعدلت، بقت دي الكلام ده على اليمين، والمربعات دي بقت على الشمال، وبدأت الكلام ده كله يوصل او يظهر للناس بالعربي. المهم احنا عرفنا ازاي الاسم وازاي هيكون شكلها. طبعا انت كيوزر عادي مطلوب منك انت تحط اسمك والايميل والويب سايت بتاعتك ان وجدت، والتعليق بتاعك، ولو عندك ابتسامات عايز تحطها. وممكن تستخدم كنترول جامد قوي او تحكم جامد قوي في كل ده. وطبعا المفروض ان انت تكتب الصورة دي او الارقام اللي في الصورة دي، او الكابتشا زي ما بيقولوا، وعندك الريفريش، ممكن كمان تغيرها زي ما انت عايز. دي مهمة قوي في وجهة نظري، عشان السبام، عشان محدش يبقى في حاجه اسمها سبام. ممكن تخش على الويب سايت بتاعك تبدا تعمل لك رسائل غير مرغوب فيها، والله اعلم هتكون ايه هي. لو انت بقى دخلت تسجيل الدخول، بيبتدي يخفي لك الاسم، ومش عارف مش فاكر كان ايه، ويظهر لك بس الويب سايت ومين وده، وكمان يظهر لك ايه حاجات تحكمات زياده كمان. دي بتستخدمها برضو طبعا، ما فيش كابتشا تحت، دي بتستخدمها طبعا من جوه، او بتتحكم فيها هنا من جوه من السيتنجز. خلينا في اول كومنت. بص هنا الكومنتات فاضية خالص. انا هقول مثلا حط الويب سايت بتاعي، ان كان عندي ويب سايت يعني، مش عندك مفيش مشكلة، واحط التعليق بتاعي. اقول لك كمان، لو حد
حط كومنتات يبعت لك على الايميل، تمام، اللي انت مسجل بيه على الموقع، تمام. فخلينا نقول سند، جميل. يبقى هنا ظهر لي انت كراجل ادمن، انت عشان ادمن انا داخل بالادمن، فمديه الفول كنترول. فانا هنا ممكن اغير change، ممكن اشيل خالص الكومنت دي، ممكن انببلش، ممكن احذفها خالص، وممكن كمان اجيب الاي بي اللي بعت لي الكومنت ده. في هنا خاصية الريفرش للليست، في خاصية ال RSS بالشكل ده. طبعا انت لما عايز تزود خاصية ال RSS تبع موقع تاني تديه اللينك ده، تمام. وعندك كمان السبسكرايب، انا معرفش دي اساسا ما بستخدمهاش، او unsubscribe، هنا سبسكرايب، تمام. دي بالنسبة للتحكمات. طب تعالى نشوف جوه الكومنتات. لو جينا عملنا F5 كده يفرش، هتبص تلاقي التعليق ومن فلان مين بالظبط وفي موضوع ايه والديت بتاعه بالظبط وبابلش او مش بابلش. طب انا عايز اتحكم في حتة الظهور، يعني مثلا مش اي حد يكتب لي اي حاجه، في واحد بيشتمني مثلا يعني، تمام. فانا هقول عايز اخليه لما يجي يحط التعليق بتاعه ما يظهرش كده مره واحده، لازم انا اعمل له اكسس من هنا الاول لما اشوفه بعدين اعمل له اكسس. ودي المواقع دلوقتي، معظم المواقع دلوقتي بدات تعملها. باجي على سيتنجز، واجي على البرميشن او البرميشنز، النيو مين كومنتس، بقول لك اوتو بابلش شو مش عارف مين، هنا الان ريجستد. الان ريجستد يعني اليوزر العادي اللي هيخش هيظهر له، شوف انت بقى الصلاحيات وابدا حدد عليها. طب الراجل الريجستد او المسجل معاك عايز تعمله برضو اوتو بابلش ولا لا؟ كويس، انا هحذف دي دلوقتي. الاوتو بابلش ممكن كمان نقول شو افاتار اللي انت عايزه، يعني شوف انت عايز ايه، شوف صلاحيات الناس، تبدا اديها صلاحيات بالنسبه للظهور واختفاء الخواص بتاعتك. طب انا هطلع خالص، انا اصلا ادمن يعني حطيت اي حاجه برضه هتبان يعني، فانا كاني يوزر عادي كده دلوقتي. فبقول والله انا اسمي وليد، والايميل بتاعي اي ايميل، والتعليق بتاعي تمام. هيظهر معايا طبعا الكابتشا بتاعي X67A وسند. this name is already used please بلاش وليد، محمد. سند. بقول لك thank you your comment will be published once ريفيو، يعني لما تتراجع، لما الادمن يشوفها. لو انا جيت بقى على الكومنتس هنا، لقيت هنا الكومنت بتاعي، طبعا ممكن اديت عليه لو ضغطت عليه كده، تمام، كل حاجة قدامك اهي، وتعمل له مين بابلش. هو هنا مش ظاهر وهنا انت مش شايفه، مجرد ما اعمله بابلش من جوه وجيت هنا عملت ريفرش او ريفرش ليست، هتبص تلاقي ايه اخينا ظهر. كويس، دي حاجه كويسه. ده كان بالنسبه للبرميشنز بتاعتك. طبعا السمايلز، او خلينا في السيتنجز دلوقتي، قلب فيها، قلب في السيتنجز،
في الفلتر والمسج والحاجات دي كلها، موضوع بسيط جدا يعني، يعني اتاري يعني خلاص. سمايلز ممكن تكتب او تاد سمايل، تمام، حطها هنا في الروت بتاع الصور دي. ممكن تجيب الروت ازاي؟ بقى اجيب كده، لو انا مش عارف هو فين، باجي كده نسخ عنوان الصورة او copy image url. هتبص تلاقي مين في ال components، في ال com underscore g comments، في ال images، في ال smiles، وتحط اللي انت عايزه بامتداد جيف او شوف انت بقى عايز ايه يعني. دي بالنسبة للسمايلات. subscriptions هنا الناس اللي ليها الحق تبلش اما تبلش، طبعا الادمنستريتور واليوزرز اللي عندك العاديين بقى اللي هم التانيين. عندك التحكم في لو واحد حط لينك يوتيوب مثلا ايه اللي هيظهر. فانت خلينا نحط بوتون اليوتيوب والجوجل فيديو بحيث ان هو هيظهر لي لما بعمل تسجيل الدخول. المفروض يظهر لي هنا في الحاجات دي. طب خلينا نشوف البرميشن. خلينا في الريجستد. طبعا المفروض يبقى ليك كأنك يعني انت دلوقتي الراجل سجلت على الموقع، لازم يكون ليك شوية امتيازات. ما بتظهرلوش الكابتشا بتاعتك، لو انت عايز بقى تعمل له اوتو بابلش براحتك، بس انا عايز حتة الكاستم. كاستم بيبي كود تعال نجيب اي فيديو كده من اليوتيوب ونحاول نحط اللينك بتاعه ونشوف هيحصل ايه في الكومنت. خلي هو اللينك وجنبيه كده إشارة إن هو ممكن يتفتح. المهم أنت بقى فهمت الموضوع. بلاك ليست لو أنت عايز تحط ناس ما تقدرش تعمل كومنتات امبورت. ممكن تبحث في حتة الامبورت دي، أنا الحقيقة ما بستخدمهاش ولا استخدمتها قبل كده. about g comment، وده بقى ال about بتاع ده بالنسبة لل g comment. تمام، في بقى كمان ال كيتو، حاجة اسمها كيتو جي، ده جامد جدا جدا يعني. تمام، بس هو اعتقد ان هو في حاجات غير مجانية مدفوعة. خلينا نشوفه كده، لو لقيته هنحطه، ما لقيتوش بقى خلاص. اسمه كيتو، الكيتو ده سطبه وحاول تقلف فيه كتير لان هو فعلا عملاق يعني.
نشوف. اعتقد ان ده بس يا رب الاقي بقى نسخة كاملة. طبعا ده ليه بلوجنز وليه حاجات، بس خلينا نشوف وصلنا لايه فيه. من شركة جملة ووركس التطبيق هتلاقيه هنا كيتو، في ناس بتقول ياما. هنا هتبص بقى تلاقي ده موقع، ده موقع جوه الموقع بتاعه، بس خلينا نشوف الخاصية بتاعت الكومنتس. طب نشغلها ازاي؟ يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي عشان نقدر نعمل حاجة زي كده؟ اقول لك والله زي ما انت بتتعامل مع جملة عادي جدا اتعامل هنا خلاص. يبقى هتعمل قسم وجواه قسم، تمام. ويعني مثلا هنعمل دلوقتي واحدة واحدة كده الأقسام الفرعية. جديد، الكيتو ده ظاهر بقوة قوي في موقع أنا كنت عامله من فترة، الوسيط video.com. خلينا برضو نشوف إمكانيات التطبيق ده. موقع زي ده مثلا لو دخلت على أي حاجة من دول، بص طريقة العرض دي خلينا نشوف قسم يكون متنظم كويس، لان انا سلمت الويب سايت خلاص، فاعتقد ان في حد بوظ الطريقة دي. هي المفروض ده بس اللي ظاهر، تخش جواه بيظهر لك كل ده. اوكي، فالمفروض ده مثلا اي قسم. المهم يعني اقول لك الطريقة بتاعته. هو المهم هو بيديك بيعمل لك قسم وبيقول لك طبعا هنا في كام مقال، خد بالك من دي هتبقى جميلة قوي. هنا ديسكريبشن عنه والصورة ليه كويس. اي بقى حاجة انا جبت ايه، مفيش الا ده. اي حاجة بيظهر لك موضوع كده بالطريقة دي، طريقة لذيذة. وطبعا الديسكريبشن تحت، وطبعا هنا الريد مور. خش جوه هتبص تلاقي سواء ضغطت على الصورة يعني او الريد مور دي او قراءة المزيد، هتبص تلاقي بقى ايه الصورة اللي بره ممكن تكبر بالطريقة دي. طبعا هي كده من على السيرفر من عندك، مش من على بره، مش من بره، لازم تكون على السيرفر عندك، تمام. يعني انا مش عايز اشرح الكيتو، انا بس الكيتو ده يعني حاجة كده وهم بصراحة. هتلاقي هنا اللايك موجودة جاهزة، وجميع تقريبا معظم مواقع الشير او المواقع الاجتماعية، وهنا الديسكريبشن العام بتاعه. خلينا بقى ننزل تحت، هتبص تلاقي هنا بقى ايه المسج، هنا الكومنتات اهي، المسج النيم الايميل الويب سايت. طبعا لو انت دخلت انت برضه ليه صلاحيات، ده كله ليه صلاحيات من جوه. مثلا المسج هكتب، وده حقيقي هيظهر الموقع، الموقع موقع شيك ومريح ويريت الاهتمام بأكتر من كده، تمام. ده المسج النيم مقول وليد، الايميل تكتب بقى ايميلك،
الويب سايت دوت جي اف اكس اكاديمي دوت نت، تضغط على الكومنت هيظهر لك مين الابروف. برضو نفس الحكايه، بيخش جوه على الكنترول بانل، هو بيعمل ابروف، بيظهر لي هنا الاسم وي 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 والحاجات دي كلها. طيب يبقى ده بالنسبه للكيتو. يبقى انت كده ظبطت الكيتو بقى، وشوف انت تبدا تجتهد فيه شويه. مش عارف تجتهد فيه، انا هسهل لك الموضوع برضو شويه بالمره. يبقى هنا الاد كاتيجوري او اد اضافه قسم، قول قسم الملابس مثلا، طبعا هنا البيرنت، هنا بيعمل قسم وتعمل اقسام جواه، قسم قسم جوه قسم وقسم جوه قسم زي ما انت عايز. وهنا الديسكريبشن بتاع القسم عموما اللي هو هيظهر لك فين، هيظهر لك بره هنا، تمام. المهم طبعا انت بتسمح له ان في الجي كومنت اون او اوف. طبعا انت بتكون اصلا مسطب مين الجي كومنت اللي احنا لسه عاملينه اللي هو التطبيق، ويبتدي يبابلش على طول الكومنتات، يظهر لك الكومنتات فين، حتى فين دلوقتي في القسم. طبعا انا مش عايز اظهر هنا في القسم، انا عايز اظهر في المقالات، تمام. فخلينا في المقالات جوه. فانت بتظهر بتعمل واحد كده. طبعا كل دي طريقه عرض الصوره، ان كانت كبيره بالشكل ده او ان كان حاجات بنفس الطريقه دي جنب بعض او اصغر شويه او الكلام ده كله مش هتطرق له، بس فقط انا بفك لك طلاسم الموضوع ده. لو انت عامل سيف اند نيو مفيش مشكله، والخاصيه دي موجوده في جمله 2 سيف اند نيو في كل المقالات العاديه. خلينا بقى نعمل ايتم ونعمل جديد. هنقول عنوان اسمه اي حاجه، واسم المستعار مهم جدا عشان محركة البحث، عشان العنوان بتاعه على محركة البحث عنوان الصفحة. التاجز دي الكلمات المفتاحية، هتكتب كده وانتر، كده وانتر، اللي هتمسكها محركات البحث عشان تقرا الحاجة بتاعتك. سيلكت كاتيجوري هنحطه في الملابس، منشور ولا اقول اه، تمام. وهنا الجي كومنت هنكتب اي حاجة، وهنقول للجي كومنت اون. بنزل لك الكود ده مالكش دعوة بيه، هو مش هيظهر، بس هينزل لك فين التعليقات، هنقول للحفظ. هنا الفيتشرز ولا لا، هنروح بقى على كده على اليوزر منيو، المين منيو، ونحط له جديد، ونقول نختار الكيتو، ونحط الأقسام الفرعية ونسميها برضو أي حاجة، الاسم المستعار بالإنجليزي، ونختار له الملابس. طبعا هتشوف انت بقى انت عايز تختار ايه، هيكون عندك حاجات كتير، تقول له اوكي. لو انت جيت عملت بره ريفرش ودخلت هنا، هتبص تلاقي قسم الملابس طبعا المفروض تبقى الصورة بتاعته اهو بالشكل ده ب ذا فيرست كومنت. طبعا حسب التصميم بتاعك وحسب ال CSS والحاجات دي كلها بيظهر لك، تمام. فهنا اقرأ المزيد او على عنوان، بتخش جوه وهتبص تلاقي اد كومنت، وده اشيك، ده اشيك. بس لو انت هتسطبه بس علشان الكومنتات انت بتهزر. ليه؟ لان هو مديك حاجات احسن. يعني انا شايف ان ممكن حتى كمان الفوتنج بيديك فوتنج هنا كمان وبتاع. طبعا انت لو شفت بقى التصميم هنا مثلا
هتلاقي الدنيا احسن كتير حسب التصميم بيديك، ايميل، برينت، ميديا، جاليري، مش عارف ايه، الفونت سايز حتى كمان بكبرهولك هنا، بيديك تقريبا كل حاجة، وكمان دي بتحط له لينك بس عن طريق ان انت بتخش على تطبيقات الكيتو، فين الايتم، وتخش على اي حاجة. لو جيت هنا انستول جوملا ووركس، هنا بقى دي البلاجنز. كيتو على فكرة التطبيق ده هو فري، بس البلاجن بتاعه مش فري. اول فيديو بلاجن لو قدرت تجيبه ماشي حطه برضو، بس النصيحة لو بتعمل موقع كويس فعلا ما تجيبش حاجة من بره، يعني لازم تشتريه عشان ما بقاش بس فيها ثغرات واكواد محقونة والكلام ده، تبص تلاقي الموقع بتاعك وقع واخترق وبتاع والكلام ده. وهنا عايز كمان اكسترا فيلد، انا عايز في هنا برضو الايمج جالري. ايوه الايمج جالري والفيديوهات الاثنين دول اعتقد يعني بتاعي ده هيشتغل. الفيديو جالري بتحط له الامبيد كود، الامبيد كود داخل من مثلا اليوتيوب، بتيجي هنا على لو انت شغال بالعربي او بالانجليزي شير او مشاركة، وتيجي تقول له تضمين او مش فاكر الامبيد كود تقريبا او امبيد، وتيجي تاخد ده نسخ وتحطه هنا حسب بقى التظبيطه بتاعت مقاس الفيديو. اصلا هنا هيظهر لك مقاس الفيديو تمام، كمان اللي هو ده فيديو ويدث فيديو هايت، او ممكن بدل من الايتم ده تقول له الكاتيجوري ده اللي هو الملابس من بره، من بره اصلا قبل ما تخش الايت ايتم، تخش الاقسام الفرعيه وتقول له اعمل الفيديوهات كلها بمقاس كذا، هينزلها لك على طول اوتو بجميع المقاسات اللي انت عايزها. الايمج جاليري برضو اعتقد ان ده بلجن غير مجاني اسمه سيمبل ايمج جاليري، والبلجن الفيديو اسمه اول فيديوز بلجن، حاول تجيبهم وتحطهم. وبعدين هتبص تلاقي كل بقى حاجة اتفتحت عندك في الكيتو، وممكن تدير الموقع كله من خلال التطبيق ده، كومنتات بقى وكل حاجة. لو انا جيت عملت كده ريفرش هتبص تلاقي حطيت الانبوت كود ظهر لك بالشكل ده. طبعا المقاسات اللي جوه اصغر من اكبر من المساحة، فواكلة الفيديو بالطريقة دي، المفروض تبقى عارف مساحتك كام. اعتقد انها كانت 500 او حاجة زي كده، تحطه بعدين كده. اعتقد بقى ان انا غطيت حتة الكومنتات، وكمان جو تو باك تو توب يطلع لك فوق كده بالشكل ده. التطبيق جميل جدا، التطبيقين جمال وكده كمان، حتى بيكتب لك 3 كومنتس مور، فاهمني؟ فالدنيا حلوه قوي في الكيتو ده. اتمنى اني اكون افدت ولو بحاجه بسيطه جدا. كان معاكم استاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net. السلام عليكم.